الفساد في نفس المقبرة شمل حتى تعبيد الطرق أيضا. الآن إلى مواطن وثق ذلك ووجه رسالته إلى المسؤولين في المحافظة. السلام عليكم. أنا اليوم يعني عندنا مناشدة الجهات المعنية المختصة اللي بمحافظة النجف. عندنا أقول لهم شوفوا هذا التبليط بالمقبرة. والله أنا أشد لؤي الياسري. يا سيد لؤي، هم عندك علم بهيك تبليط بالمقبرة؟ الناس تجينا تزور موتاها. هاي المقبرة اللي هي الناس المدفونة بيها صاحبة حاض بخت، والناس اللي تجينا من غير دول ومن غير محافظات. يعني تشوف هذا التبليط بشرفكم، هذا التبليط ايش قد صرفتوا عليه؟ بس ادققكم واناشدكم، يعني اذا حليبكم طاف، هذا التبليط مال مقبرة وادي السلام، هذا التبليط اللي يعني ما اعرف ابو الحسن علي يقبل علينا، اللي الفلوس هاي اللي هدر المال العام يقبل هذا تبليط. هذا يا سيد لؤي الياسري، يا اعضاء مجلس محافظة النجف، اذا شرفاء انتم حليبكم طاهر. زين